كل شيء تمام؟ اليوم حتى سر المهنة راح أقول لكم إياه. شلونكم؟ شكو ماكو؟ إن شاء الله الكل بخير وبصحة تمام. عادة لما أحد أصدقائي يسألني السؤال اللي هو شنو الموبايل اللي أشتري؟ أتبع وياهم أسلوب اللي هو ببساطة عبارة عن 3 أسئلة، ولما يجاوبوني على ضوء الأجوبة هذه أعرف شنو الفئة اللي يحتاجها هو، وأعرف شنو المرشحات اللي أقدر أرشح لهم إياه كأجهزة موبايل موجودة حاليا بالسوق، حتى لا يصير عندهم يعني خلط ببعض التفاصيل. فهذه 3 أسئلة أو هذا الأسلوب بشكل عام أنا صار لي فترة أتبعه، واليوم حبيت أشاركه وياكم بهذا الفيديو، فكأنما أنا راح أعطيكم هنا سر المهنة. إذا راح تستفادون من هذا الفيديو يا ريت تدعمونا باللايك وتشتركون بالقناة وتفعلون الجرس حتى لا تفوتكم الفيديوهات القادمة إن شاء الله. السؤال الأول هو شنو موبايلك اللي تستخدمه حاليا؟ بطبيعة الحال حتى يصير عندك تصور أو انطباع أولي عن المستخدم اللي قدامك، لابد وأن تعرف هو شنو الجهاز اللي يريد يتركه ويروح يشتري غيره، لأنه ما معقولة هو عنده آيفون 11 برو ماكس وأقول له الريدمي نوت 10 هو خوش موبايل. أيضا لما تعرف أنه هذا المستخدم على سبيل المثال صار له 5 سنين يستخدم الآيفون، فمن المنطقي أنه تشوف له خيارات ضمن عالم منتجات أبل، لأنه غالبية المستخدمين حول العالم يلاقون صعوبة بالتحويل من الآيفون إلى الأندرويد والعكس كذلك. أنا واحد من الناس لما أسوي مراجعة الجهاز وأظل أستخدمه كم يوم أريد بس أخلص المراجعة حتى أرجع أستخدم الموبايل الشخصي مالتي اللي متعود عليه. أما السؤال الثاني فهو شنو اللي تحتاجه من جهاز الموبايل؟ وهذا السؤال بالنسبة لي هو الأهم، لأنه على ضوء إجابته راح تعرف تحدد الفئة اللي تناسب هذا الشخص المقابل اللي دي يسألك. فسواء كان احتياجاته راح تلائم الفئة المتوسطة أو الاقتصادية أو حتى الفلاكشيب، عن طريق الإجابة على هذا السؤال راح أعرف شنو الفئة اللي ممكن أرشحها للشخص المقابل. كذلك من خلال احتياجات المستخدم راح تعرف شنو الموبايل اللي يحمل هاردوير يناسب شغل هذا المستخدم، لأنه اللي يقول لك أنا أهم شيء عندي الكاميرا مو معقولة تقول له أخذ موبايل خاص بالجيمينج، خصوصاً وأنه أغلب أجهزة الجيمينج إذا مو كلها كاميراتها عادية. أما اللي يقول لك أنا أريد شاشة كبيرة لأنه أنا عيوني متعودة على هذا الشيء، فما معقولة أقعد أرشح له الآيفون 12 ميني. فكل مستخدم وإلى طبيعة معينة في استخدامه لجهاز الموبايل، وعلى ضوء هذا السؤال راح تعرف شنو الفئة اللي ترشح له إياه وشنو الهاردوير المناسب بالنسبة له. أما السؤال الثالث والأخير واللي يعتبر أهميته من بعد أهمية السؤال الثاني فهو أنت شقد ناوي تدفع على جهاز موبايل؟ وقد يجي ببالك وتقول بأنه هذا السؤال هو المفروض يكون السؤال الأهم، لكن أنا من وجهة نظري أشوف السؤال الثاني أهم من سؤال شقد ناوي تدفع فلوس. ليش؟ لأنه اللي يقول لي أنا أريد ألعب لعبة ببجي بأفضل أداء ممكن وعندي 160 دولار، بصراحة هذا الحكي مو منطقي. لو ب 160 دولار لقيت موبايل يشغل ببجي نفس ما يشغلها الموبايل ابو 1000 دولار كان الشركات عزلت. طبعا هذا مو معناته انه اكو اجهزة اسعارها مناسبة وتنطيك اداء قوي بالالعاب وغيرها، لا طبعا اكيد اكو اجهزة ادائها قوي واسعارها تنافسية، مو شرط انه يكون جهاز فلاكشيب حتى يعطيك اداء ممتاز بلعبة ببجي او غيرها. وايضا هذا مو معناته انه انا دا انصحك تروح تصرف كل فلوسك على اجهزة الفلاكشيب، بس لازم تعرف بأنه الأجهزة فئات وكل فئة تقدم لك ما باستطاعتها. إذا السؤال إيش قد ناوي تدفع على موبايل هو اللي راح يحدد لك الخيارات اللي بقت عندك بعد ما عرفت شنو اللي يحتاجه المستخدم وشنو جهازه السابق. قد يكون هذا الأسلوب اللي سمعتوه شوية صعب ومعقد، لكن أنا تعودت على هذا السؤال، السؤال الأسطوري شو اشتري موبايل؟ ناس تخابرني بالتليفون بالتعليقات وبكل وقت لازم أكو من يسألني شو اشتري موبايل، فهذا الأسلوب تعودت عليه وهو الأسلم بالنسبة لي حتى يخليني أرشح فد شيء يناسب هذا المستخدم. وطبعا أكيد لازم تحدث بيانات مخك على طول، لأنه يوميا ينزل جهاز جديد. خوب شاومي ما شاء الله، يوميا تقعد الصبح تلقاك جهاز جديد من شاومي. فبالنهاية حبيت أشارك وياكم هذا الفيديو وهذا الأسلوب اللي أنا أتبعه. أتمنى أنه تكونوا استفاديتوا من هذا الفيديو، يا ريت تحطون لايك إذا عجبكم، شاركوني بالتعليقات واشتركوا بالقناة وفعلوا الجرس إذا بعدكم ما مشتركين حتى لا تفوتكم الفيديوهات القادمة، وتابعوني على حساباتي اللي راح تطلع لكم بالشاشة فيسبوك انستغرام تويتر.
ونشوفكم إن شاء الله في الفيديو القادم.